أبرز القرارات الحاسمة المهمة جدا اللي أنهى بيها أبي عامر الصراعات الكبيرة اللي دخل فيها وكانت لصالحه؟ طبعا عمل أول حاجة ثورة الصقالبة، قضى عليها بقتل عم الخليفة. الأمر الثاني طبعا إزالة اللي هو كان حيعمل له قلاقل الداخلية اللي هو جعفر بن عثمان المصحفي. الأمر الثالث لما جه بدأ يبقى كل السيطرة في الدولة كلها في إيده، عم حماه أراد اغتيال محمد بن أبي عامر، عزمه عنده في القلعة ودخل في القلعة وكان رايح لوحده ورايح عند عمه. عشان كده أنا كنت بسألك يا شيخ أيمن، هو الزواج السياسي ما هو ممكن الناس برضو ما عندهاش أصل وتعمل برضو مشاكل وتعمل بلاوي عادي؟ هو طبعا اللي مع الغالب النصاري هم اللي أوغروا قلبه وقالوا ده وما يدريك عندما تخلف من المصحفي أن يتخلص منك ولا يعني شيئا بالنسبة لأولاده. المهم في الآخر خلاص إيه، أراد قتله وفعلا هجمه بنفسه بالسيف عشان يقتله ومع الحرس، وكان لوحده قفز من القصر من سور القلعة واتكسرت رجله، وكان فيه حصان خده وجري ورجع جمع أعوانه وتقابل هو وعمه وقدر يتغلب عليهم وقتل عمه لو حماه يعني. يا الله، ده قرار طبعا إيه، مش هبص بقى الأولاد ولا زوجته، ده أبوه كان هيقتلني، فده اللي عمله. أمر التالت بقى بدأ يحصن الصغور ويفتح البلاد، حتى كان يجمع كل غبار المعركة يجمعها كده في إيه، في ثيابه ينفضوها له على قماشة ويجمعوها في قارورة، لغاية لما جه موت معاه في إيه، قال وما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال سمعت، ذكر سند الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فخدع عشان تدفن معاه. يا الله، يعني ده عايز أقول لك ده أولا مجاهد وكان عايز يستشهد في أي مكان، وهو أصيب في المعركة ومات نتيجة إصابته رحمه الله. أبو جعفر محمد بن عامر عندما دخل القوط اللي هم طبعا النصارى بلاد المسلمين، وراحوا على قبر محمد بن أبي عامر، قبره لما يبقى له فترة طويلة على قبره، وراحوا نصبوا خيمة كبيرة وعليها سرير من ذهب، ومات ونام عليه الملك القوط وزوجته، وقالوا ها نحن ننام على قبر أعظم فارس في الأندلس. فأحد أتباعه قال والله يا أيها الملك لو تنفس صاحب هذا القبر لأحرقنا. قال ماذا تقول؟ وسحب سيفه حيطول، راح مسكت إيده مين؟ مراته. قال لقد صدق من قال هذا. قال أنفرح أن ننصب سرير الملك على قبر رجل لم نستطع أن نهزمه في معركة، فإنه نصر حتى في قبره. وكمان خايفين منه حي وميت، خايفين منه لو ميت. تنفس صاحب هذا القبر لأحرقنا. يعني تخيل، عارف الصيت عمل وصل أصل إزاي؟ لا يسمع مثل هذا الرجل في كتب التاريخ، حتى يأتيه في مسلسل سوري للأسف يطلعوه مع صبح زوجة الحاكم. إنه طبعا علاقة غير شرعية، عشق ومش عشق وكلام فاضي، كلام طبعا لم يقوله ألد أعداء محمد بن أبي عامر في وقته وفي زمانه ولا في الأزمان التي بعده، ما حدش قال عليه حاجة زي كده. إلا طبعا الذين شوهوا صورة هذا البطل كما أرادوا أن يشوهوا صورة خالد بن وليد، كما أرادوا أن يشوهوا سليمان القانون، أرادوا أن يشوهوا كل عظماء الإسلام، يشوهوا عن طريق الدراما وهذه المسلسلات الفاجرة، حتى يخلوا جيل طالع يقولك إيه ده، ايه القرف ده؟ لا ده خلفاء المسلمين كانوا فاضيين ليه؟ قال للحب وللستات وللجواري ومش عارف ايه، لم يذكروا انه وعد الفتن وانه قاتل الفاطميين الروافض وانه انتصر عليهم مع المغرب وانه عزز امر المملكه في بلاد المغرب وانه امن الحدود الخارجيه، فتح بداية لم تفتح من قبله محمد بن ابي عامر. طبعا هذه الشخصيه العظيمه الذي لابد ان يحفظ الاسم.